السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبدي الزهراء مولاي، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قاتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بن أمية قاطبة، ولعن الله بن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنظمت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرمني مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا الله عبدي لله، يا حبيب الزهراء، يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرار، أو البراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم.